ديربي 113 الرجاء والوداد، خالد النوني، مجموعه ديال مره اخرى ديال الدقائق من عشاق ديال الوداد ولا عشاق ديال الرجاء عبر البريد الالكتروني او عبر الموقع الاجتماعي فيسبوك. فكل هذيك الدقائق تخداو بعين الاعتبار، وخداو تخدات منهم الدقائق اللي فيها نقاش، واعطانا العدد صبح هو 10 ديال الحالات التحكيميه. نبداو الدقيقه 22 تدخل ديال العمراني، هذا التدخل فيه خطا ولا ما فيهش خطا؟ واذا كان فيه خطا واش كيستلزم قرار انفرادي؟ تفضلوا، تفضل سي طلال. هنا كاين خطا بالتهور كان يستلزم القرار الانضباطي، يعني الانذار هنا للاعب العمراني، لانه مشى وهز رجله ومشى للعاب للرجلين ديالو. هنا نشوف التدخل هذا ماشي عادي، نعم. تدخل بتهور هنايا، نعم. هو غادي يهز الرجل ديالو في الوقت اللي سقط، غادي يهز الرجل ديالو وغادي يسقط مع اللاعب. هنشوف، نعم. اذا هنا كان الحكم كان عليه يعطي الانذار هنا للاعب العمراني. سي جرير، فعلا كاين تهور هنا يستحق عليه الانذار اللاعب، لانه الطريق باش مشى للخصم يستحق الانذار. 25 تسلل ضد الشاذلي، شوفوا هذه الحاله التحكيميه ديال التسلل، هل موجود ام لا؟ شوفوا الاعاده اللحظه ديال خروج كره هنا حسب الصوره. تفضل، لا يوجد اي تسلل. تفضل سي طلال. لا ما كاينش تسلل هنا، الشاذلي كان في وضعيه سليمه. غنمشيو للدقيقة 27 غنشوفوا الحالة ديال الصافرة الغريبة، صافرة المدرجات اللي أوقفت محاولة أو أوقفت أنظمة هنا، مع الحكم على أي شيء. سمعت صافرة وسمعناها حتى حنا دابا وغنعاودوها سعيد ونسمعوها إذا كان ممكن. لا كنظن سمعت عندكم الصافرة، وهذا الشيء اللي خلى النوني يجي ويعطي ويعيط العامدين ويعطيهم سماع الصافره من جديد. كون وضحوا اكثر القانون شنو كيقول سي فعلا بلان نوري، يعني عمل القانون اللي هو كيلزمو على انه يوقف الكره، وهنا فات القضيه ديال هذه سقطه ارضيه كيف كتعمل فوقاش، ملي الحكم كيوقف الكره كيوقف اللاعب كيوقفوا اضطراري لسبب غير مذكور او غير وارد في قوانين اللعبه. يعني بحال هذه الحاله هذه القانون ديال اللعبه كلها ما كفينش فيها على انه ولا صفه او صفيره غريبه، هذه مجموعه دونك هنا طبق القانون على انه يعمل سطح ارضيه وكيعلم العمداء بجوج على انه راه صفارته هي اللي كياخذوا بعين الاعتبار. هنا كانت في واحد الحالات بكريه كنوجه هذه القضيه للشباب على انه يدخل معاه جوج ديال الصفارات، صفارات مختلفين، صفاره مختلفه على صفاره. الى لقى شي وحده منين كتكون سميتهم تيقول لهم ها الصفاره ديالي اللي غادي نلعبوا منها القدام والصفاره قدام، يعني ذاك السيد اللي جاب بزاف كيجيبوا الصفاره ديال الحكم. وهذه نقطه مزيانه انت، هذه داخله في المعدات في التجربه وفي صفاره الحكم. واش ممكن تكون موجوده في اي مكان؟ صفاره يمكن اي واحد ياخذ صفاره ديال الحكم. ديال الحكم، اما ماشي ديال الحكم موجوده الحكم، الصفاره ديال الحكم موجوده. كاينين اللي كانوا بكري اللي كنا كنعملوا حنا وكانوا الاخوان كنا كيجيبوهم، هما الباليلا. الباليلا واحد الصفيره صفاره صغيره عندها واحد الصوت مخالف على الاسم، كنا كنجيبوها من طاليان، نجيبوها من ايطاليا باش كنلعبوا بها. هذيك ما يمكنش تلقاها عند شي واحد اخر. لا ما خصهم يجيبوها، لا غير هنا اللي خصو يدار داروا سي النوني هنايا. فكاينه صفيره اللي من خلالها اللاعب ديال الوداد شد الكره عن حسن نيه داخل منطقه 16 متر و50، وبالتالي جا السي النوني وعيط للعمداء ديال الفريقين وقال لهم ركزوا معايا راه الصفيره ديالي. ولكن واش العمدين بوحدهم هما اللي انا ما عرفتش؟ لا لان هذا القانون ما كيعلموا، لا هما كيعلموا اللعابه ديالهم، يقدر اللعابه دايرين به كيفاش غيعلموا يقول له عندك راه الصفاره كي دايره؟ دابا لا زعما وي كيصفر الصفر ديالو تيقول لهم شوف من هنا للقدام راه الا ما صفرت انا ما توقفوش ركز معايا. انا جاتني هذه المساله غريبه، لكن لا غتجيك غريبه في الصفاره راه غدايره على غتجيك غريبه في ملعب بحال مركب محمد الخامس.
كيبان لك الجمهور والتيران كبير، ولكن راه هذا هو القانون. السنوني كيعيط على العمداء ديال الفريقين وكيكونوا اللعابه راه مقرب ليه، تيقول لهم ودي ركزوا معايا راه الصفيره ديالي الا ما صفرت شاي ما تلحقش الكره. وهنا على حسن علاش العمداء؟ لانه هما السفراء ديال الفريق ديالهم عند الحكم. لا انا ما دويتش على العمداء، ولكن العمداء يسمعوها غير بجوج خاص الاخرين. لا هو ملي تيقولها لهم انا كنبلغك وانت بلغ صحابك، انا ماشي نجمع 22 واحد ونديروا سميتو باش نبلغوا. يعني خدا استئناف ديال اللاعب بسطح ارضيه قانون واضح 100%. انا غير تساؤل كان عندي على مستوى الصفيره، باش تسمعوا الصفيره كان زمان كنظن ان خاص كل شيء يعرفها ولا لا. لا انا جيت شوف اللي هو صعيب، اللي هو لو كان المدافع هو اللي خبطها بيدو، معنى ان المهاجم هو اللي خبطها بيدو. لا وكان المدافع خبطها بيدو غتولي عاوتاني. لا اجل، لا غادي نقول ثاني واش خصني صفر ضربه جزاء؟ واش هذا المدافع مالو هو يعني ما واعيش حماق جي في وسط المستطيل ويشد الكره ويدير ضربه جزاء؟ دونك هنا الا اسمع صفيره خارجه على النطاق ديال المباراه من وهذه مع الاسف ظاهره كاينه، كانت حتى في الملعب ديال اسفي وكانت في بعض الملاعب الناس كتصفر بصفيره بحال ديال الحكم وكتجيني الحكم وكتجيني حتى اللعابه، والظاهره خاصها تنمحي هذه. لا ودابا راه تلقى دابا حتى اللي صفر وعارف راسه صفر ودار هذا الشيء راه كيتفرج في البرنامج وعاجبه الحال، زعما غيكون فرحان. كاين هذه راه ظاهره، هذه راه انا كنعتبرها جريمه لانه خاصها تنمحي. الله يهدي البعض، ما بغيناش نوصلوا لبعض الملاعب غير في دول عربية شقيقة، بعض الملاعب اللي أصبحت كتعطي عقوبات كبيرة على الصافرة وكتعطي عقوبات كبيرة حتى على اللازر الليزر اللي كنشوفوا، فهناك عقوبات فلحد الآن هذه الأشياء مازال كنشوفوها، وإلا كثرات ربما غتولي كتشكل خطورة أكثر على اللي كيستعملوها. الدقة 46 شوفوا التدخل ديال الحاج والشادلي ضد أنضامة، شوفوا التدخل واش كان كيستلزم قرار ديباتي ام لا. شوفوا هنا كان تدخل ديال الحاج في الورقه الاولى، هنا الشادلي تفضل. سي جرير فعلا في التدخل الاولى في التدخل الثاني، في التدخل فين خاص يكون قرار ديباتي؟ في التدخل الثاني اكثر، لان هنا مازال نقولوا جوج لعابه كيحتكوا على الكره ها هو، ولكن بو الحاج دائما ضرب الخصم يعني تار ديك الضرب في الاخر ولا خرجه يعني هنا في الحالتين بجوج كان يستلزم انذار، واحد فيهم كان ياخذ انذار، كون خداه الاول ما غاديش ما يجيش سميتو اللاعب الاخر ويدير الخطا. نعم تفضل سي طارق. لا بالفعل هنا الحاله الثانيه هي اللي اثرتني انا، لان الشادلي تم جاي ومشى للرجل ديال اللاعب هنايا، فكان يتفادى هذا الشيء وكان الحكم الى وجه له انذار فكان يستحق. نعم انا كنشوفوا الاعاده تدخل في حق فابريس اونداما، حكم على خطا. هنا شوف حتى هو الحاج راه يعمل الحاج في الاخر حاول ديك الرك، ولكن ماشي شيء، انما الخطا اللي سميتو هنا شوف اللاعب اش غادي يعمل. نعم فغير هذا الصدام كله زايد. زايد ما عنده كان ممكن يتفاداه اللاعب الشادلي. نشوفوا 53 هناك ضربة جزاء لمحسن ياجور في هذه الحالة التحكيمية. واش فيها ضربة جزاء أم لا؟ تفضل سي طلال. هنا هذه حالة كترجعنا للحالة ديال الحسيمة. هنا العملية ديال الدفع باليد اليسرى واللي من خلالها تم الإسقاط ديال اللاعب ياجور، هنا كاين الخطأ وبالتالي كاينة ضربة جزاء. هذه حالة مشابهة للحالة ديال شباب الريف الحسيمي. هنا ما كاينش عقوبة انضباطية بقدر ما كاين ضربة جزاء. نعم تفضل. فعلا هنا شوف اللاعب هذاك ديال ياجور كيفاش غادي يسقط، لأنه كون بغى يعمل التحايل كون سقط القدام ما عمره غيدفع ويسقط الخلف. نعم هنا فعلا كاين ضربة جزاء. نعم والحكم ما اعتبرش التحايل في هذه الحالة. لا أنا قلت لك. نعم هنا كون بغى يعتبروا تحايل او بغى سميتهم اللاعب هو كون ملي كيسقط كيمشي للقدام وكيطيح او كيهز يديه وكيطيح. اذا كنشوف ان كاينه ضربه جزاء هي الاولى في هذه الحلقه وفي مقابله الديربي لصالح فريق الرجاء لمحسن ياجور. غنشوفوا الدقه 54 تدخل الرباطي، هل فيه خطا؟ شوف التدخل ديال اللاعب الرباطي، واش فيه خطا يعني واش فيه ضربه جزاء؟ تفضل. فعلا كاينه ضربه جزاء
وهذه هنا كنا كيبقاو متعادلين في ضربات الجزاء، كل واحد مشات له ضربه جزاء، مشات لهادو مشات لهادو مشات لهم ضربه جزاء. اذا كتشوف هنا كاينه ضربه جزاء اللي سميتيس. تفضل تفضل سي طلال. لا غير ربما انا هنا عندي تفسير اخر، لانه هنا الرباطي تهز الارتقاء ديالو شيء طبيعي غادي يدير اليد ديالو، فكان قاص اللعب ولكن يعني بدون هنا الى سمحتي لي سي نور الدين، هنا ما كاينش قاص اللاعب، انما مشى اللاعب باش هنا كاين اعتداء على اللاعب، كاين فرق ما بين يحط له يده وما بين يضربه. انا كنشوف العكس هنايا، انا كتبان لي الحاله عاديه هنايا بعدم احتساب الخطا داخل منطقه 16 متر و50. كتشوف سي جرير ان كاينه، انا كنشوف هنا شوف اللاعب مش كون حاط له يده غادي ينزل له يده، هو اللاعب عوج له وحنكو يعني حتى مشى كاع اللور، انا كنشوف هنا ضربه جزاء. اذا سي جرير كيقول ضربه جزاء الوداد في الدقيقه 54 لي سمويتيس، وطلال كيقول لا ما فيهاش اي خطا. 59 تدخل فتاح ضد اللاعب سليباني، هذا التدخل واش فيه خطا ولا ما فيهش خطا؟ تفضل سي جرير. فعلا خطا، كاين وجود خطا هنا، لانه اللاعب مشى الرجل اللي دابي الرجل اللي حاط اللاعب عليها معتمد قبل ما يضرب الكره السليماني، الرجل ديالو معتمد عليها داخل اللاعب ديال الوداد، مشى له لهذيك الرجل كيف كنقولوا فقدوا التوازن ديالو. داكشي باش منين ضرب الكره شوف الكره ما غادي تمشي، هنا كاين ضربه خطا. سي طلال. لا بالفعل هنايا اللاعب مشى الفتاح مشى للرجل الاخرى اللي ماشي اللي قذفت الكره، الرجل الاخرى قاص فيها اللاعب وديزيكيليبرا اللاعب، بالتالي كان في العوض اللي كان خصو يقذف جهه المرمى ديزيكيليبرا وخرجت له الكره لخط المرمى. الدقيقه 82 ضربه جزاء الوداد الموجوده، شوف هذه الحاله التحكيميه اللي احتجوا عليها هذه عناصر الوداد. هذه هنا كيتبين، نشوفوا هنا شوف اليد ديال الرباطي هنايا، اذا هنا كاينه ضربه جزاء، هنا كاينه ضربه جزاء لصالح الوداد. هنا الرباطي مشى سقط اللاعب باليد ديالو الوقت اللي مشى له اللاعب، شوف اليد اليدين بجوج ديال الرباطي مشاو اللاعب، ها هو غادي هنايا، ها هو مشى له حط يده على الكتف ديالو غادي ينزلوا للارض، نعم بالتالي فقدوا التوازن ديالو. هنا كاينه ضربه جزاء بالنسبه لي انا لصالح الوداد. نعم اذا طلال كتقول هذه ضربه جزاء، سي جرير تا كيقول ضربه جزاء، ضربة جزاء. اذا هذه على حسب نعم الصوره، نعم الحكم راه عنده دائما نعم ثلاثه ديال ضربات الجزاء تقريبا، انت قلتي جوج الوداد وحده الرجاء وما تعلنوش، وانت قلتي وحده الرجاء وحده الوداد وما تعلنوش، فعامه شنو الشيء اللي يمكن يخلي حكم ما يعلنش على ضربات الجزاء؟ السلطه التقديريه ديالو، هذيك السلطه التقديريه الحكم كيف شاف هو الحاله في الملعب، كيف شافها ماشي كيف شفناها حنا دابا جالسين وتنشوفها برا لونتي وتنعاودوها، فهو تيشوف الحاله في واحد الجزء من الثانيه اللي خصو يحكم ويطبق وينفذ، شاف السلطه التقديريه ديالو بينت له على انه ما كاينش ضربه جزاء، فهذا كيبقى قرار ديالو. فعلا انا دابا اللي خص الحكم يعرف على انه حنا منين كنحلوا هذه القضيه ماشي كنقولوا راه خطاتي، كنقولوا حسب الراي ديالي انا كان فيها ضرب، وكيبقى هو سي جرير غير باش نوضحوا الامور، ملي كتوصل البرنامج فكيبقى انفصلين المشاهد، فوالا هذا هو المشاهد اللي خاصو بعض الاخوان. لا غير باش احنا ما شوف كيف كنقولوا احنا البلهاني وكل شيء واضح وحاجه طبيعيه والحمد لله، زعما ما نتسناو حتى شي واحد يقول شي حاجه، لا حكم لا اي شخص. هنا المهم في هذا البرنامج في الخط التحريري والجمهور واللي خاصو يعرف اشنو كاين، فاللي كاينه خاصها تقال تماما، باش حنا ولا هم على حسب ما نرى حتى شي واحد، على حسب ما نرى وكيف قال الرضا الاول، قالتين الاول والجمهور والمشاهد المغربي ولا العربي اللي كيتابع هو اللي خاص يكون عنده الرضا، على الرضا الاول على البرنامج وعلى ما يقع في هذا البرنامج. الدقيقه 85 شوفوا التدخل ديال منقاري، التدخل واش فيه خطا؟ تدخل واش فيه خطا ام لا؟ تفضل سي طلال. هذا تدخل يستلزم الانذار، المنقاري مشى بالرجل ديالو مهزوزه للرجل ديال اللاعب ديال الرجاء، كان يمكن له يحدث له هنايا شي كسر على مستوى الساق ديالو. ف عاودوا برا نتاع عاودها مزيان نعاودوها عاودها في الاول، عاودها في الاول ديالها سي جاري كتب الاعاده. شوف تفضل سي جاري. شوف الرجل فين مشات، مشى خلى الكره اللاعب، خلى الكره ومشى الرجل ديالو الساق ديال اللاعب.
كان يمكن له يعطلو عطلو كسر على مستوى الساق بحال والو، كان يمكن هنا يستحق الانذار. هذا تهور قلنا فيها بطاقه صفراء دقيقه 92. شوفوا الانذار ديال اللاعب الصالحي، شوفوا هذه الحاله التحكيميه ديال الانذار، حتى معتبر ان هناك تمويه، ونشوف واش كاين تسلل في هذه الحاله ولا ما كاينش تسلل. الى تعود اللقطه قبل ما يمشي الصالحي، لانه هنا تيبان لنا الصالحي مهزوم. نعم هنا رجع مازال اللقطه، وقفوها في اللقطه اللي العمراني لمس الكره. رجع اللقطه، رجع مازال رجع هنا. لا كتبانش واش التسلل كتشوفوا انت ملي كتخرج رجل ولا ملي كيدخل المدافع؟ شنو بغيت تقذف في الكره؟ ملي تقذف في الكره واخا يلمس مدافع كيبقى كيتحسب واش تسلل ولا لا. ياك لا ماشي يلمس، الا مساتو الكره بحال هذه مساتو اضطرار ماشي هو اللي يلعبها، باش يحيد التسلل خصو يعطيها له هو بصفه يعني بطريقه اراديه، يعني إرادية. اللاعب هو اللي يعطيها له. يكون اعتبر الحكم ان هناك تمويه؟ لا هنا ما كاينش تمويه، لانه اللاعب الصالحي غادي يضرب. ودابا الحكم هنا احتسب هنا في هذه الحاله ديال السقوط ما يكون تسجيلات كان يحتسبها الحكم الوقت اللي سقط الصالحي. نشوف ضرب كره وهو نقص اللاعب باش ما يطيحش باش ما يمسوش، نقص الحارس. شوف نقص الحارس باقي ما مسوش فاش نقص صالحي. دونك هنا ما كاينش خطر. لا لا التفسير واضح، هنا الحكم احتسب على ان الصالحي ربما تحايل على القانون بحسبها اسيميلاسيون وعطى الانذار، ولكن كيتبين لنا حنا لانه اللاعب مشى غادي تيجري باش يتفادى على انه يخرج فاصل 100 غير ينقزوا، ولكن هذا قرار ديال الحكم، هو شاف الحاله هكذا راه عطى الانذار. هذه الحاله التحكيميه عامه ديال الديربي، العشر حالات التحكيميه اللي كاينه، الحالات الاخرى اللي طالب بها العديد من المتتبعين فاكيد وقفوا عليها الزملاء على راسهم السي كمال ادريسي وكذلك المعللين، وكنظن هذه هي الحالات اللي كانت عامه الديربي. لان لا علاش كنديو بهذه الحساسيه؟ لان ربما واضح حتى في طريقه الكلام ديالي، لان الديربي صراحه ضغط كبير، وضغط لا على الحكام لا على اللاعبين لا على المسيرين لا على كل الفعاليات، والضغط كيتواصل حتى من بعد المقابله. وكفكره باش نوصلوها ديال السي الحكم النوني في دردشه ونقاش، فتكلم وقال ما بغاش كذلك غير برنامج حكم الاخر، فهو كيتمنى يكون هناك مدرب الاخر وكذلك اللاعب الاخر والمسير الاخر. هذه امنيه ديال سين النوني. ايوا كنتمنوا تحقق لسين النوني الامنيه ونجيبوا حتى المتفرج الاخر. نعم يمكن وهذه غنديروها فكره مزيانه، سلسله الاخر قناه رياضيه ان شاء الله. فكره وصلات ديال الاخر الاخروني ربما كنشكروا على التواصل ديالو بكل صراحه. لا هو لا سي الحرش، والمجال مفتوح لكل الحكام انهم يجيو حاضرين معنا في البلاطو، مرحبا بهم في اي وقت. وكيف ما قلت سالينا من مباراه الديربي اللي فيها ضغط وضغط حتى على